تتميز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر بالتعاون الوثيق الذي يعود إلى سنوات عديدة. تعكس العلاقات بين البلدين حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق التعاون مع جميع الدول. على مدار السنوات الماضية شهدت العلاقات المصرية المجرية تطورا كبيرا في ظل التقارب بين القادة والزيارات المتبادلة التي عكست قوة ومتانة العلاقات بين البلدين. مصر والمجر ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة على مختلف المستويات، حيث تعد المجر من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال تهنئته للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وتعتبر بودابست مصر شريكا استراتيجيا في إطار سياسة المجر الخاصة بالانفتاح نحو الشرق. المواقف المجرية في المحافل الإقليمية والدولية تعكس تفهماً كبيراً لتطورات الأوضاع في مصر والتحديات التي تواجهها، وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك في ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، منها زيارات الرئيس السيسي للمجر وآخرها في أكتوبر من عام 2021 للمشاركة للمرة الثانية في قمة فيشغراد، وزيارة رئيس المجر يانوش أدير لمصر في نوفمبر من عام 2019. وعلى المستوى السياسي تحرص المجر على اتخاذ مواقف متوازنة وتأييد رؤية مصر إزاء قضايا السلام في الشرق الأوسط، وتعكس تصريحات كبار القادة والمسؤولين في المجر تقديرهم البالغ لدور مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن دورها على الساحة الدولية. اهتمام كبير توليه مصر نحو العلاقات الثنائية مع المجر على مختلف الأصعدة، والاستفادة بما تتمتع به المجر من إمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة، فضلاً عن أن تعزيز العلاقات بين البلدين يسهم بدوره في تعزيز مجمل علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي ككل.